علاقة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات كانت متوترة لأكثر من 30 عاماً، فالعداء بينهما كان لا يخفى على أحد. فمن أكثر المواقف الشهيرة لهما عندما أودع حافظ الأسد أبا عمار في الاحتجاز مرة وطرده مرتين من سوريا ولبنان. لكن رغم كل تلك المواقف والسنوات الطويلة من العداء، إلا أنه عندما رحل حافظ الأسد كان رد فعل أبي عمار مفاجئا للجميع. فما القصة؟ بحسب المنتشر في المواقع الصحفية، فإن العداء الطويل بين أبي عمار والأسد كان أساسه القضية الفلسطينية، فحافظ الأسد كان يريد التفرد بزعامتها، في حين أن أبا عمار كان معارضاً لذلك. مواقفهما المختلفة أدت لعداء طويل الأمد بينهما وتنافس واضح على القضية الفلسطينية. نبأ رحيل حافظ الأسد في العام 2000 كان أثره غير متوقع على أبي عمار الذي وقع عليه الخبر كالصاعقة، فبمجرد أن علم برحيل الأسد قام بنعي الشعب والحكومة السورية باسم الشعب الفلسطيني والسلطة في بيان بث على التلفاز. كما أعلن عرفات الحداد العام في فلسطين لمدة 3 أيام، وأصدر أوامر بتنكيس الأعلام الفلسطينية في مقر الرئاسة في غزة وكافة الهيئات الرسمية، وقطع التلفزيون الفلسطيني برامجه يوم الرحيل وبث آيات من القرآن. ولم يكتفي أبو عمار بذلك، فحاول بكل الطرق حضور تشييع حافظ الأسد رغم رفض الأسد لابن. الحارس الشخصي لياسر عرفات روى أن أبا عمار أراد المشاركة في وداع وتشييع حافظ الأسد، لكن بشار الأسد وضع أولى قراراته كرئيس لسوريا بمنع حضور ياسر عرفات تشييع والده، كما أنه كان ممنوعاً من دخول سوريا. قرارات الأسد لابن جعلت عرفات يخشى الذهاب بطائرته دون موافقة الحكومة السورية فيتم استهداف طائرته، لذا لجأ إلى حيلة غير متوقعة. فعرفات طلب من الرئيس المصري حينها حسني مبارك أن يصطحبه بطائراته إلى سوريا، فوافق الرئيس المصري. وعندما وصلوا إلى دمشق تفاجأ السوريون من حضور الزعيم الفلسطيني الغير مرغوب به، فعمد الأمن لمنع دخول عرفات أثناء توديع جثمان الأسد، لكن أبا عمار اقتحم الصالة بحدة وأجبرهم على الابتعاد عنها، ثم انتقل بعدها لرؤية بشار الأسد والذي كان برفقته فاروق الشرع وزير الخارجية ومصطفى طلاس وزير الدفاع، وبدأ عرفات بعناق بشار كما صافح الشرع، وانتقل لمصافحة طلاس الذي شتمه قبل فترة وجيزة، فاضطر طلاس لتقديم التحية العسكرية له.